بيكم اصحابي في قناة العاب سينا. النهاردة جبت لكم لعبة ان شاء الله كلكم هتحبوها. جبنا لعبة خلاط وغسالة، شكلهم حلو قوي. شوفوا يا اصحابي مرسوم ايه على العلبة من بره. هنا الآلة، المكنة اللي بتعمل الكيك، وفي ورا برضو رسومات تانية كتير قوي حلوة. ده الخلاط اللي احنا جايبينه معانا النهاردة، ودي الغلاية بتاعت الشاي، ودي المكنة بتاعت الكيك، ودي برضو المكنة بتاعت الكيك، ودي المكنة اللي بتاعت العيش التوست. يلا يا اصحابي نفتحها ونشوف هنلعب بيها ازاي. بس قبل ما نفتحها، لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا يا اصحابي بينا نفتحها ونشوف بتتلعب ازاي. خلاص يا اصحابي نلعب بايه الاول؟ نلعب بالخلاط ولا بالغسالة؟ بالخلاط. نلعب بالخلاط الأول أحسن. ايه ده يا أصحابي، ده الخلاط بيتفك. حطه هنا كده بس دلوقتي. شوفوا يا أصحابي الخلاط شكله حلو قوي، في زرار هنا اللي بيفتحه بس هو مش بيتفتح ليه. تعالوا نشيله كده. شوفوا يا أصحابي من تحت بيشتغل ببطاريات. يلا يا أصحابي نحط فيه بطاريات. ايه ده يا اصحابي، بيحتاج بطاريتين، واحد اتنين. يلا يا اصحابي نغطيه تاني. بصوا يا اصحابي الخلاط شكله حلو قوي ومرسوم عليه من هنا الخضروات اللي بتتخلط فيه. يلا دلوقتي نجربه. تعالي بس نركبه كده الاول الناحية التانية. يلا يا اصحابي نتكى كده على الزرار دوت ونشوف ايه اللي هيحصل. ايه ده يا اصحابي، شوفوا بيلف بسرعه قوي وبينور هنا لون احمر ولون ازرق. شوفوا يا اصحابي شكله حلو قوي. خلاص لونه بينك. يلا يا اصحابي كده بقى نجرب نحط فيه حاجه ونخلطها. يلا يا اصحابي كده الاول نشيل الغطا ونحط فيه عصير مانجا. يلا يا اصحابي نحط عليها ميه ولا هو كده حلو؟ نحط عليها شويه ميه عشان تقيله كده كفايه. يلا نحطهم ونخلطهم. نغطيهم كده يا اصحابي. الله، شوفوا يا اصحابي شكله حلو قوي وبيخلط بجد وبينور وهو بيخلط، عامل زي الحقيقة بالظبط يا اصحابي. شوفوا شكلها حلو قوي كده كفاية. يلا يا اصحابي بقى نصبهم في الكوباية وندوقهم شكلهم طعمهم بقى عامل ازاي. كده كفايه. تعالوا يا اصحابي ندوقهم للبيبي ديت نشوف هي تقول طعمهم حلو ولا وحش. الله يا اصحابي طعمه حلو قوي. شوفوا يا اصحابي عمل عصير وشكله وطعمه حلو قوي. كده البيبي التاني هيزعل، نشرب البيبي التاني. الاتنين قالوا طعمه حلو قوي. الخلاط بتاعنا شكله حلو قوي اصلا. يلا نركبه كده تاني. نعدل كده الغطا. يلا يا اصحابي نخلطه كده تاني. شوفوا يا اصحابي بيخلط ازاي من جوه، عامل شبه الخلاط الحقيقي. نشوف هنعمل ايه تاني. ايه ده يا اصحابي، احنا ما جربناش الغساله، يلا نجربها دلوقتي. هنجيب الخلاط كده نحطه في النص. خلاص هو خلص، نجرب الغساله. شوفوا يا اصحابي في شماعات من جوه عشان بعد ما نغسل الهدوم نبقى نعلقها. حطهم هنا وبيشتغل من الزرار ده يا اصحابي. الباب بتاعها بيتقفل وبيتفتح.
يا ترى يا صاحبي دي بتشتغل ازاي؟ اشتغل من هنا، فيها حجاره عايزين نركبها. هنحتاج بطاريتين زي الخلاط برضو. ادي واحد اتنين. بصي يا اصحاب الصوت حلو قوي، تعالوا الاول نطفيه. فين افتح الغساله، شوفوا يا اصحاب بتلف ازاي من جوه. شوفوا يا اصحابي شكله حلو قوي، يلا نحط فيه الهدوم. بصي يا اصحابي هنحط فيه اول فستان لونه اصفر، شكله حلو قوي يا اصحابي. نحطه كده جوه طب عشان يخش، هو هيدخل اصلا. تاني فستان، تاني فستان لونه ازرق. شوفوا يا اصحابي الفساتين شكلها حلو قوي. يلا يا اصحابي ندخلها كده في الغساله. بصي يا اصحابي الفستان شكله حلو قوي. بصوا يا اصحابي احنا هنسيب الفستان الازرق دلوقتي ونغسل الفستان الاصفر لوحده. انا نشغلها. شوفوا يا اصحابي بتلف شبه الغساله الحقيقيه بالظبط وصوتها حلو قوي يا اصحابي. شوفوا يا اصحابي من هنا بتنور الاحمر، وفي هنا الالوان اللي هي بتنور بيها، هنا اخضر وبرتقاني وازرق. شوفي يا اصحابي لونها جميل قوي، لونها ابيض وفي هنا بامبا شكلها حلو قوي. اصحابي الفستان باين عليه كده اتغسل، اشيله دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه، استني شويه. خلاص كده اتغسل. يلا يا اصحابي بقى كده كفايه قوي. يلا بقى بينا يا اصحابي نطلعه. يلا يا اصحابي نروح ننشره ونحط الفستان الازرق. شوفوا يا اصحابي الفستان الازرق متوسخ قوي، عشان كده هنحط مسحوق. شوفوا الدرج ده بيتفتح من فوق بس كبير صغير قوي. ممكن نفتح اهو يا اصحابي. اهو يا اصحابي كده اتفتح. ممكن نحط فيه مسحوق من هنا، نحط كده مسحوق وبعدها جايين قافلينه، جايين حاطين الفستان اللي احنا عايزين نغسله وجايين حاطينه كده في الغسالة ونقفلها ونشغله تاني. شوفوا يا اصحابي الخلاط والغساله صوتهم حلو قوي، بس هو الخلاط بس
صوته مش باين قوي عشان المغسله صوتها اعلى منه. خلاص كده يا اصحابي كفايه كده، تلاقيه دلوقتي اتعمل. يلا يا اصحابي بقى نطلع الفستان الازرق ونروح ننشره زي الفستان الاصفر. شوفوا يا اصحابي الفستان الاصفر دلوقتي نشف وبقى شكله حلو قوي. يلا نعلقه في الشماعه. ممكن نحطه كده؟ لا مش بيتحط كده، حطه كده. لا لا مش كده، بيتحط من جوه كده، وبندخل كده الراس من هنا. طلعت زيها برضو، مش مهم. يلا يا اصحابي نعمل الفستان الازرق برضو كده، نعلقه في الشماعة. شوفوا يا اصحابي الخلاط والغسالة شكلهم حلو قوي. يا رب اللعبة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.